منذ البارحة يعني بدأ قسم الأسواق بمتابعة الأسواق وإزالة التعديات، فتح الطرقات، إزالة كل المعيقات الموجودة على الأرصفة. يعني هذا أقل ما يمكن عمله في ظل حالة الفوضى المنتشرة بصراحة في المدينة. يعني البعض للأسف استغل يعني ظروف الصحية وكورونا والإغلاقات وانقطاع الرواتب، وبدأ باحتلال الأرصفة، تسكير لبعض الطرقات أيضا. أصحاب المحلات، أصحاب البسطات، كان لزام على البلدية أن تباشر يعني العمل من جديد في إزالة هذه التعديات والبسطات وتنظيمها. أنا قلت إحنا بدناش نزيل الأسواق، بدنا ننظم الأسواق، بدنا نزيل التعديات كله ضمن النظام والقانون، بحيث كل مواطن يأخذ حريته ومساحته ويعني يمشي في المدينة بحرية. وهذا أقل مطلب للمواطنين، وأنا قلت هاي مش حملة، هذا عمل مستمر ويجب أن يستمر طبعا في المستقبل. لكن أنا قلت بعض الظروف أيضا أثرت على عمل البلدية، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا، وهذا ما نقوم به الآن. وأنا بتمنى على المواطنين جميعا أن يتعاونوا مع البلدية، يعني اختصارا للمشاكل والتحويل للشرطة. إن احنا أبلغنا المواطنين وأخطرناهم أكثر من مرة، لكن البعض يعني رفض طبعا الانصياع، وبالتالي اليوم كما شاهدتم قمنا بمصادرة بعض البضائع وعلى الإتلاف مباشرة. يعني وهذا آخر خيار بالنسبة للبلدية. قلت أنا بتمنى على الجميع أنه يتعاون، وإن شاء الله حتى تصبح هذه المدينة جميلة وذات مظهر حضاري، يعني ويتمتع المتسوق بحرية في يعني عند شرائه لحاجياته. الأسواق، التعديات، كل شيء، البسطات، يعني هذا قلت أنا مش حملة، هذا عمل دائم. هناك قسم للأسواق في دائرة هندسية أيضا للتعديات، لزالة التعديات. هذا العمل يجب أن يستمر، هو ليس حملة. لكن قلت يعني تحصل بعض المعيقات بسبب الظروف، ولكن نعود للعمل من جديد ونريد يعني نكون بترتيب وتنظيم الأسواق، وهذا في مصلحة للمواطن والمجتمع الكرمي كافة.